السلام عليكم أهلنا السودانيات والسودانيين داخل السودان وخارج السودان، تحية طيبة ومباركة. معكم محمد المكبر، واليوم اخترنا عنوان كيزان صلاح كرار البعوث السم بضوقه، وده مثل سوداني. طبعا الحرب في السودان حتى الآن مستمرة، اليوم 28 يوم على استمرار الحرب في مدينة الخرطوم العاصمة السودانية. وحقيقة استمعنا لتسجيل العميد معاش المدعو صلاح الدين كرار، وناس كثيرة جدا ردت على هذا الحديث. لكن الحاجة الملاحظة، بالرغم من ما يسمى باتفاق أو إعلان المبادئ في مدينة جدة السعودية، الإعلان ما ذكر صراحة كده، قال يا أخواننا الحرب تجيف أو وقف إطلاق النار. أي صح، في كم هدنة تم إعلانه وبيتم اختراقه باستمرار. لكن الحاجة دايرين نقول شنو للسادة في الحركة الإسلامية اللي لسه بيحلموا بأنه عندهم وجود في السودان ده. كلام قصير يا الشعب السوداني. يا إما الحركة السودانية تكون قاعدة، ها، وناس الدعم السريع ديل يتهزموا ويتمسحوا، وديل ما بيتهزموا ولا بيتمسحوا. يعني حتى لو طردتهم من الخرطوم، انت الحركة السودانية دي انا بضمن لك لقدام 30 سنة هتفضل مستمرة، لانه نازل شباب قوات الدعم السريع مشكلتها ما مشكلة مع الجيش، قالوها 500 مرة. مشكلتهم مع عناصر الحركة الإسلامية داخل الجيش السوداني، ومشكلتهم مع الحركة الإسلامية نفسها. كلام قصير كده. وناس كثيرة جدا قاعدة تقوم تقوم توضح، تذكر الأخوان المسلمين في السودان، الكيزان في السودان، بتذكرهم بأنه يا أخي أنت صنعت الدعم السريع. يعني أنتوا العستو العواسة بتاعت الأبري اللي سمى الدعم السريع. وأهلنا قالوا البعوث السم بطوقه. ليه هسه الحركة الإسلامية والكيزان في السودان لما جو يضوقوا عواستهم اللي سووها، اللي سمى الدعم السريع، اللي خلقوها قوات الدعم السريع دي، بقى لهم حار. صح، الحرب ما عندها أخلاق، ونحن أهلنا مثلنا السودان بقول لك صراحة كده الدواس ما في عورتني. لكن الكلام بتاع منسوب الحركة الإسلامية زي صلاح كرار، ياخذ الأجانب وضباط الجيش مرتشيين وضباط كده وضباط كده، يا عمك كلام ما قصير، ما ده دواس قدامكم كويس، ده دواس أمام الجميع. ناس الدعم السريع قالوا يا أخي نحن مشكلتنا مع الكيزات في الجيش وفي القوات النظامية وفي جهاز المخابرات، دي مشكلتهم كده، ودي مشكلة أي سوداني آخر. طبعا نحن هنا النخبة السودانية اللي انحنت الآن للعاصفة ودست رؤوسها في الرمال عشان بكرة تجينا راجعة تعمل لنا فيها كتلة ديمقراطية وقيامة رابطة، وقعد يتغالطوا الغلط الكبير بين الكتلة الديمقراطية والحرية تغيير الجسم المركزي. الكلام ده ثاني ما بيحصل في السودان، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الكيزان بتحسمه كويس، تطلع ناس الدعم السريع دي اجانب. دي الحرب دي قامت فتحت عيننا لحاجة واحدة، انه ما كل اهل السودان دي بيعرفوا بعضهم البعض، ما بيعرفوهم خالص. يعني يجيك واحد من دار المسيرية ولا من دار الرزاقات ولا من دار بني هلبة ولا من دار الترجم ولا من دار وين وين وين، اتكلم تجي تقول ياخد لهجة ما سودانية. ليه؟ لأنك أنت مبرمج بأنه اللهجة السودانية دي الحاجة أجابة لك المستعمر، الآلة الإعلامية اللي اسمها هونم درمان. يعني زول يا إما يتكلم بالأكسنت بتاع ناس ناس مدينة الخرطوم، ولا يطلع مع سوداني. دي نظرة خاطئة. الناس السودانيين سودانيين يا اخواننا، الدار يطلعهم ما سودانيين، يطلعني انا محمد المكبر ذاتي ما سوداني، وما في مشكلة كويس.
دي البروباغندا بتاعت الحركة الإسلامية اللي هسه شغالة بيها، شغالة إعلام. ديل ما ديل أجانب ما سودانيين، بعد شوية يقوموا يلبسوا لك لبس الدعم السريع ده ويمشي يكسروا الدكاكين بتاعت الناس ويكسروا ويدخلوا في بيوت الناس ويعملوا السبعة وذمتها. عشان شنو؟ يجي يقول لك يا أخي ما هو الدعم السريع قاعد يعمل كده، الدعم السريع ما بيعمل كده. الدعم السريع ده رعاوية زينا، نحن عشنا حياتهم دي قبل كده، قبل عشرات السنين كنا رعاوية زيهم، كنا شرفاء. البنات بيسرح معانا ها بالشهور، والله العظيم يا صلاح كرار ويا كل الحركة الإسلامية. أنا واحد من أولاد المسيرية، سرحت قبل كده، سرحنا بنسرح مع البنات ديل بالشهور، بيت ما بتقدر تعاين لها في وشها. تجي هسه تجي تكذبوا ها، وواحده كده جايبين لكم شغل فارغ جدا، وانا وبنات سته ودخلوا علينا. ده احمد سليم ما بيدخل على حاجه زي دي يا اخي. العيال شايفهم ديل، والله العظيم ديل العيال، شفت شنو؟ كلمه واحده من حكامه، زغروده من حكامه ممكن ترجعهم لك من الكلام اللي بيسووا فيه ده. الحركة الإسلامية تيجي تقوم تقول لنا يا أخي ناس الدعم السريع حرامية ورباطية وبتاع اغتصابات وبتاع انغيام رابطة، ما في مشكلة. أي ده كلام بتاع حرب، ونحن بنقول لكم الدواس ما في عورتني، أنتوا اقعدوا تتكلموا اردعوا في المنابر بتاعتكم دي. لكن الدعم السريع قاعد في الوطن. عفوا، قوات الدعم السريع قاعدة في الوطن وشغاله وبترمي لك. شفت الطيران السوداني ده، الطيارات اللي فضلت فيه دي ها، وزي ما قالوها ناس كتار جدا وناصحين، نصحوا الجيش السوداني بكل اخلاص، يا اخواننا لو دارين تحفظوا موية وش الجيش السوداني ده، وعشان يكون لسه الشعب السوداني يثق في حاجة اسمها جيش سوداني، وقفوا الحرب. لكن الكيزان طبعا ما دارين يوقفوها، الكيزان عاملين فيها بانه ضبان ذكر. شوية الحاجات اللي بنيناها في زماننا ده نكسرها لكم عشان ما تلقوا دولة تحكموها، وهم من الدار يحكم دولة. حميتي ما دار يحكم لك أي دولة يا عمك. حميتي ده زول واد بادية، وكلنا نحن أولاد بادية بنعرف الأخلاق. ناس كلامهم قصير جدا، قال لك يا أخي الكلام اللي قلناه ما بنرجع منه. دارين حكومة مدنية، دارين تحول ديمقراطي في البلد دي، وبيحرسوا لك بدمهم، وهسي بيكاتلو على هذا الاساس. يبقى الكذب بتاع دمرنا وعملنا ودي الحراميه ودي الرباطه وشنو كده. يا اخي الحركه الاسلاميه والله كورتها فكت يا اخونا دكتور عبد القادر. دكتور عبد القادر ده واحد من ناس الحركه الاسلاميه، من اولاد رابه، واحد من الناس اللي انتبهوا زمان كل البعبع والكلام الفارغ اللي بيسووا فيه حرامية الحركة الإسلامية، من أمثال حامد ممتاز وعلي نافع وعلي كرتي وأسامة عبد الله أنس عمر الرومين، الكلام الفارغ ده كويس من زمان. ناس الحركة الإسلامية الأصليين، ناس دكتور عبد القادر ده وناس محبوب عبد السلام والغيرهم يتكلموا، وحتى ناس المؤتمر الشعبي يتكلموا. يا حوارنا والله في اخطاء كثيره جدا الحركه الاسلاميه ارتكبتها وما مفروض ترجع للحكومه. طبعا اخر حاجه ظهر تسجيلات والكتابات كده بقول لك انه ناس داعش جايين يدعموا التنظيم الاسلامي في السودان. والله داعش ده خلاها تجي، داعش دي ما من زمان رسلوا لهم رساله قال لهم يا اخواننا السودانيين دي ما زي الشعوب العربيه الاخرى او ما يسمى بالعرب في السودان، ما 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 زي الشعوب الاخرى في سوريا في العراق، جربوا حاجات وجربوها في السودان. قالوا في سوريا والعراق لما انت في لك طلقه واحده العالم كله بتعرف بتخليك بتشرد منك. قال عكس السودان، السودانيين قال تفك طلقه بيجوا جارين عشان يشوفوا فك الطلقه ضمنه. وداعش مرحب بها يا محمد علي الجزوري، جيبه هنا السودان ده شفت شنو عشان نغبر لك ليوم الدين. وانت ذاتك يا محمد علي الجزولي حتتغبر معاه قصبا عنك. ما تجي تقول لي يا اخي في واحد هددني بالقتل، والله شفت يا محمد علي الجزولي تتغبر زي الترتيب. ما كلهم اهو ده هسه مركته، المشى تركيا، المشى مصر، المشى قطر، المشى غيامه رابطه، مركته ولسه بتحرش وبتدوره تضربه في النقاقير الحرب.
قوات الدعم السريع ما تنسحب من اي موقع في الخرطوم، كويس. الاتفاق بتاع المبادئ ده فكرته بسيطه جدا، انه يوفر حمايه للبرهان والجماعه اللي معاه ديل، يمرقوا ما يمرقوا خالص، كويس. دعم سريع، لو انقرض نحن الشياب ديل بنايمين كاتل، وزي ما قالوها شباب الدعم السريع وقلناها لهم قبل 3 4 سنوات من انطلاق الثوره دي، الناس اللي كانت بتحاول تشيط الناس، حميتي هنا قلنا لهم يا اخي القصه ما حميتي، حميتي ده زول واحد واخو عبد الرحيم ده عيال ده، قالوا لهم خليهم اللي ينقرضوا، انتوا قايلين القصه دي حتجي فينا؟ نو، ما حتجي فينا، حتستمر، كويس. الجيش السوداني دار تعمل هدنه حقيقيه ووقف الطيران، لانه الطيران ده حتى الان ما الدعم السريع ما اتضرر منه خالص، بيتضرر المواطنين السودانيين العاديين التحت، اتضررت المصانع على قلتها بتاعت الشعب السوداني بتاعت المدنيين، اتضررت قاعده وادي سيدنا من زمان، الناس كانوا مفكرين وبيتكلموا الاولاد قاعدين يقاتلوا مع الدعم السريع، بيقول يا اخواننا الحقوا قاعده وادي سيدنا، لكن حميدتي بيقول لا، قاعده وادي سيدنا ما تهبشوها، خلها تقعد بحالة. قوات الدعم السريع في شنبات اتكلمت مع الاستخبارات السودانية، قالوا يا أخي وصلتنا شكوى من مواطني شنبات في بحري إنه في محطة بتاعت موية متعطلة، جيبوا لنا المهندسين يشتغلوها. ناس الدعم السريع قالوا خلاص، اتكلموا مع الاستخبارات، قال لهم يا استخبارات الجيش السوداني، ما السودان ده طبعا فيه حاجات عجيبه جدا، النازل فيه نص الدواس بتاعهم ده، اتكلموا مع ناس الاستخبارات، يا اخوانا قال يا اخي تعالوا نعمل لنا اتفاق صغير كده، نقوم نجيب الفنيين بتاعنا المياه دي نحميهم، خلوهم يمشي يصلحوا محطه المويه دي عشان المواطنين العاديين ما يتاثروا بقصه زي دي. الجيش السوداني استخبارات سودانية قالت اي نمشي نعمل بعشية، جاء الطيران ضرب ضربهم كلهم. ده جيش عنده اخلاق؟ الحركة الاسلامية ما عندها اخلاق يا اخواننا، كويس. وفي مثل شين جدا انا ما داير اقول للشعب السوداني، الشعب السوداني ده والله العظيم ده مثل يا اخي كلكم بتعرفوا، بقول لك داير شنو كده وما بي الحمل، الشعب السوداني داير يزحوا للكيزان، داير يصفوا للكيزان، داير يقتلوا للكيزان، ولسه عصاية نايمة وعصاية قايمة، واحد من اثنين. الشعب السوداني داير تخلص من الكيزان ده، أجيب مع الدعم السريع. وبعد ذاك بعد ما يخلصوا لك ده إن شاء الله تشويهم ولا شوف تتعلقهم في الشجر للطير. بطريقة الشعب السوداني بعد ذاك معاهم. فيبقى القصة بتاعت المحاولة الشيطنة والإعلام أي صح. الحركة الإسلامية أسقطت الديمقراطية اللي كان فيها رئيس الوزراء المرحوم الصادق المهدي سنة 86 89، الانقلاب بتاع 89 ده الحركة الإسلامية كان عندها جريدتين، الراية تقريبا مدير تحريرها كان أستاذنا محمد أستاذنا حمدان أبو الطول، وألوانه كان رئيس حسين خوجني. بالجريدتين ديل سقطوا الديمقراطية الثالثة في السودان، وهسي لسه عندهم هوس بانه بالاعلام ممكن يسقطوا لك الدعم السريع، الدعم السريع ما بيسقط، ده كلام بنقوله لكم 100%، كويس. الدعم السريع ما بيسقط بالاعلام لانه قاعد في الواطه، قاعد في الارض، واقصى الاحتمالات حتى لو اتهزموا جوا الخرطوم دي حتكون في حركة مسلحة وتمرد مسلح وشرس للغاية، وحيستمر لعشرات السنين في السودان. فالشعب السوداني خليك واضح، اللي بيجيب مع الجيش الآن ده الجيش ده ما حتى ما تحت قيادة البرهان، الجيش ده مدورين ناس ثانيين، ناس علي كرتي، ويا الدعم السريع ما في حاجة اسمها هدنة ولا ما توقف الحرب خالص، ما لم تجيبوا راس علي كرتي وأسامة عبد الله ونافع علي نافع، ما لم تجيبوا الروس دي، كويس، ما في حاجه اسمها وقف حرب، ما توقفوا حرب خالص، ما تشتغلوا بامريكا، ما تشتغلوا بالسعوديه، ما لانه ده كلهم ما عارفين طبيعه سيكولوجيا الانسان السوداني اللي بيقاتل الان. قوات الدعم السريع عندها عقيده قتاليه
عالية للقاية. والمحزن في الأمر إنه ديل أولاد السودان اللي كان المفروض السودان يعتمد عليهم. هسي تجي الحركة الإسلامية بتقول تلف وتدور يا أخي ديل نحابة وديل حرامية وكده. ما هو ده أثبتوا لك، فتحوا لك، كسروا لك المخازن بتاعة الحركة الإسلامية المخزنة فيها اللبس بتاع الدعم السريع اللي بتجيب لها ناس بلطجية كده بتقول لهم يا أخي أمشي ألبسوا لبس الدعم السريع وأكسروا البنك الفلاني وأعملوا كده وأعملوا كده وأعملوا كده. والدعم السريع حتى الآن صاحي يا أخي بكلاشات بسقطوا لك طياراتك بتاعة أبابيل دي. خلوا الحرب تستمر عشان شوف الطيارات اللي بيعتمد عليها الجيش السوداني ده كلها تنقرض وبتتبني، ما في مشكلة. الشعب السوداني عليك بإنك تكون واضح أمام نفسك. كويس؟ دي حرب بتاع الجنرالات، أي صح بدأت حرب بتاع الجنرالات وما حد جه في زمن قصير. لكن على الشعب السوداني أن يحدد واحد من اثنين. دايرة الحركة الإسلامية تجيك راجعة، قوم أدعم جيش البرهان. أدعم البرهان مش الجيش بتاعه، أدعم البرهان، لأنه اللي بيتكاتلوا الآن دي كلهم أولاد هامش في الجيش وفي الدعم السريع، كلهم أولاد غالي. ما تسمعوا كلام الحوري ولا صلاح كرار ولا الغيام الرابطة، دي كلهم ناس كذابين، ناس ما عندهم علاقة بالسودان ذاته. هم اللي بيقولوا للناس دي الأجانب، وصلاح الدين كرار ده أنا أتحداه والله العظيم، قال لي ينسب لحد جدي العاشر عشان نشوفه جاي من وين بالظبط كده. الحرب مسألة خطرة للقاية، وناس السودان يفهموها الآن، لأنه نفس المعاصي اللي بيعيشوها ناس الخرطوم الآن دي عاشت الناس قبل 30 سنة في جنوب كردفان، جبل النوبة، في النيل الأزرق، في دارفور، وفي شرق السودان. الناس عاشت الحرب، وقت ذاك ناس الخرطوم كانوا بيرقصوا راجل المرأة حلو حالها. هسه الان الحرب جات عند ناس الخرطوم، ما شماتها، ما بنشمت فيكم، لكن درس مهم جدا لازم كلنا ندرسه ونتعلمه. وحتى الشماليه الان لسه الناس بتفتكر ان الشماليه راس اللهب ما حيصلها، حيصلها دي مثلا الاثنين ثلاثه، لكن قبل ما يصل اللهب الى الشماليه على الاقل عشان يفضل لنا بقعه واحده لما نيجي نتكلم لاحفادنا في السودان نقول لهم والله يا اخي هاي السودان كان فيه حته فيها سلام وفيها امان اسم الاقليم الشمالي نهر النيل ولا الشماليه، ما دري الحرب تصل هناك. نحن ذقنا المراره دي كفايه التجف في الخرطوم هنا. ويا ناس الحركه الاسلاميه والناس اللي عاملين فيها الدواعش وعاملين فيها غيام رابطه دي، لو دارين تجيبوا داعش تجيبوها هنا ما في زول بيجيكم، لانه انت عبيد يا محمد علي الجزولي، انتوا عبيد. لو كنتوا بترسلوا البنات والاولاد عشان يمشوا لسوريا ولا العراق ولا ليبيا، ها وجايبين لكم فتاوى بتاعت نكاح جهاد، والله شوف اولاد دعم السريع دي ما دارين ذاته، شفتها نكاح ذاته ما دارينه. ليه؟ لانه دي الناس رجال عندهم قضيه معينه واقفين فيها، يصفوا الحركه الاسلاميه في السودان تصفى زي الترتيب. الكيزان في السودان يصفوا، ده شكل الحرب كده، يتصفوا تماما، يا كمان قدروا يصفوا الناس الغيره. لكن تاني ما في اي خيار، الشعب السوداني ما تقعد تلفوا تدوروا لنا يا اخواننا، ما في خيار تاني. تطلعهم اجانب، تطلعهم شياطين، تطلعهم جن احمر، غيام رابطه، اهو ده قاعدين في الوضع. وحتتصفى الحركه الاسلاميه. هاي الحرب دي فتنة وكعبة جدا والناس اتضررت منها، لكن بتحقق لك مصلحة أكبر من الأضرار المادية اللي حصلت الآن. اللهم إلا الأرواح طبعا، ما في زول بيقدر يرجعها. المدنيين اللي اتفقدوا ما في زول بيقدر يرجعهم. المتقاتلين في الصفين في الطرفين اللي اتقتلوا ما في زول بيقدر يرجعهم. لكن البناء والتعمير بيراجع لمدر الأثنين ثلاثة. والسودان ان شاء الله حيمشي لقدام وحيستقر، لكن السودان من غير كيزان تاني ما دارين اي كوز حايم. هو ده الطيران بتاعهم ده، اضرب المساجد، اضرب المصانع، اضرب المواطنين العاديين، عاملين فيها بانه يا اخي هاي حميت ده، حتى لو انتصر ما يلقى بلد يحكمه. ليه ما يلقى بلد يحكمه؟ وهو لو داير يحكم انت قال لك كوز انت بتقدر توقفه من الحكم؟
إعلان المبادئ لم يتحدث عن وقف إطلاق النار، عشان كده السودانيين ما يستغربوا، يقول لك الطيران بيضرب وما عارف مين بيضرب الدعم السريع بيرد عليهم. الدعم السريع من حقه يرد، الطيران من حقه أضرب، لو بتعرف بتفتكر إن القصة دي بتاع حسين ملك الطيران أضرب. وأعلم يا الجيش السوداني يا قوات الجو السودانية، 28 يوم انتم ما استهدفتوا اي هدف استراتيجي لقوات الدعم السريع، قاعد تكسروا في مغادرات المواطنين. والآلة الإعلامية بتاعت الكيزان بعدها الشعب السوداني في هما، عارفة انها ما بتجيب حقها، ما زي الوان وصحيفة الراية في سنة 89، الواقع يتغير تماما. نسأل الله السلامة لكل شعب السودان، ونسأل الله أن تقف هذه الحرب اللعينة، والسودانيين يرجعوا للبناء والتعمير من غير كيزان ومن غير شفت نخبة سودانية أدمنت الفشل. تحياتي محمد المكبر.